السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بأبنائي وبنات طلبة الصف العاشر طبعاً اليوم إن شاء الله راح يكون ختامة في طبعاً الوحدة الخامسة رياضة الصف العاشر وإن شاء الله طبعاً مثل ما تعودنا يكون ختامها إن شاء الله مسك طبعاً درسنا اليوم اختصاراً وصلنا عن طبعاً الآخر النقاط هي طبعاً التغير المباشر والتغير العكسي وايضا راح نسترجع معلوماتنا القديمه في درس التناسب اذا هذا طبعا هيتنا ان شاء الله في الوحده الخامسه باذن الله الحلوليات والدوال القبريه هاي طبعا الاهداف اللي راح نطرق لها ان شاء الله اليوم معنا مع بعض تعريف التناسب ايضا راح نسترجع المعلومات تعريف التغير المباشر ايضا البعض يسميه تغير طردي طبعا راح نتعرف على وصفه وتوضيحه ما هو التغير المباشر ايضا ما هو التغير العكسي واخر شيء نقطه معنا توضيح ثابت التناسب طبعا النقطه الاخيره راح تكون متضمنه داخل النقطه رقم 2 ورقم 3 نسترجع بعض المعلومات معانا درس التناسب طبعا خضيناه في المراحل السابقه ما هو التناسب التناسب هو عباره عن نسبتين او اكثر تلميذ التعريف واضح معاكم في الشاشه نسبتين او اكثر دائما هذا النسب بعض الاحيان تكون مظهر ومضمون متساويه وبعضها لا تكون فقط كمضمون متساوية ولكن كالمظهر الخارجي لهذه النسبة على طول الطالب يقول أن هذا مختلف ولكن لا يستعجل دائما أي نسب تأتيك لابد أن تضعها في أبسط صورة بعد ذلك تقرر هل هي نسبتين متساويتين أم لا هذا طبعا تعريف التناسب لما يكون أي نسبتين معك بسط على مقام متساوية فطبعا ممكن نطلق عليها ويش تناسب أعطيك مثال مثلا أربعة على ثلاثة هي نفسها أربعة على ثلاثة هذه بسيطة جدا واضحة معاك أمام الشاشة النسبة الأولى أربعة على ثلاثة النسبة الثانية أربعة على ثلاثة إذا نسبتين متساويتين أيوة زين الآن هذا كمضمون لكن لاحظ مع هنا هل تساوي هل النسبه الاولى تساوي النسبه الثانيه فالطالب مباشره يقول السؤال غير متساويتين لان هذا اللي في البسط اربعه والبسط الثاني طبعا ثمانيه والمقام ثلاثه وهذا المقام سته، إذا هذه نسبتين غير متساويتين، هذا استعجال مع الطالب، ولكن عند تبسيط النسب الأكبر اللي هي عبارة عن 8 على 6، لما بسطناها تقبل القسمة على اثنين، فثمانية 8 تقسيم اثنين يعطيك 4، 6 تقسيم اثنين يعطيك 3، إذا لو تلاحظ أن النسبتين الآن متساويتين ولا غير متساويتين؟ ممتاز أحسنتم، نسبتين متساويتين، إذا الطالب لا يستعجل دائماً ويقرر طبعا او يعطي حكم معين لنسبه ان هذه النسبه الاولى مع النسبه الثانيه نسبتين غير متساويتين لا بد ان شيء يتاكد باي عمليه نعم احسنتم تبسيط طب طبعا الكسور اللي موجوده معنا اذا هذا طبعا ملاحظه بسيطه لمفهوم التناسب اذا متى يمكن نطلق للنسب انها متناسبه اذا كان النسبه الاولى تساوي النسبه الثانيه جميل طبعا نطلق الآن لدرسنا الأساسي هو التغير المباشر والبعض يطلق عليه التغير الطردي. لو تلاحظون طبعا التغير المباشر أو الطردي خذينا في طبعا مادة العلوم. طبعا متى يمكن نطلق لهذا الرسم البياني تغير طردي أو تغير عكسي؟ طبعا التغير العكسي راح ننطلق إن شاء الله ثالثا. أما الآن طبعا المفهوم التغير الطردي له مفهومين، البعض يطلق عليه تغير مباشر والبعض يطلق عليه تغير ايش؟ طردي. نعم. تعريفه طبعا مثل ما تعرف موجود معنا في الكتاب يسمى التغير في الدوال اللي صورتها العامه بهذه الصوره بالتغير المباشر حيث طبعا ميم ثابت والسين متغير مستقل والصاد متغير تابع. أريد نوضح طبعا ما معنى كلمه مستقل وما معنى تابع من هذه طبعا العباره اللي موجوده معنا او هذه الداله الصوره العامه. مستقل معناته طبعا قيمة سين هي اللي طبعا القيم اللي موجودة معنا في السؤال هي الأساس لما نعوض عنها في الدالة اللي موجودة معك صاد يساوي ميم سين ينتج من خلالها من أحسنتم قيمة صاد إذا صاد تابعة للسين إذا كان قيم سين طبعا أثناء التعويض في هذه الدالة تزيد من قيمة الدالة فتلاحظ معي تغير مباشر ان قيمه ص تزيد او تقل نعم تزيد هذا تعريف التغير المباشر او التغير الطردي اذا دائما ص تابع للسين بحيث لو كان السين على تزايد اذا الصاد على تزايد لو كان السين تنقص اذا الصاد تنقص لهذا طبعا سميت السين مستقله وطبعا الصاد تابع بس ما دائما ان الصاد نطلق عليه تابع يعتمد على من نعم على حسب الصوره التي تاتيك هنا يعني بعض الحين الصوره تكون س تساوي ميم ص اذا في هذه الصوره الان السين هي المتغير نعم التابع والصاد هي المتغير من المستقل اذا دائما يعتمد على من على الداله نفسها متى نسميها طبعا هذا المتغير متى نطلق عليه متغير تابع ومتى نطلق عليه متغير مستقل اذا طبعا الاساس معانا في التغير المباشر نريد نعرف وصفه يعني وصفة خلاص عرفناها إذا زاد السين تزيد الصاد أو العكس إذا قلت السين تقل الصاد الثاني طبعا ما معنى أن طردي أو مباشر مثل ما قلنا يزيد لاحظ معي العلاقة اللي طبعا توضح التغير المباشر أو الطردي هي علاقة الزمن بالمسافة فنفترض إن معي طالب أو طالبة هذا موقع البيت معاه يريد تتجه إلى المدرسة أو المكان قريب للبيت فلاحظ معي لما حسب معاه في الساعة يعني ينظر للساعة اللي موجودة معاه لاحظ إن لما كانت الزمن طبعا في ثانية واحدة قطع المسافة كم خمسة لكن خمسة متر نعم شوفوا معي المسافة بالمتر خمسة متر في ثانية واحدة قطع خمسة متر بعد ما وصل لما وصل عند العشر متر هل قل الزمن؟ لا يزيد وانا معك لما وصل عند 25 متر الساعة طبعا تزيد اذا دائما لما تسلك من مكان على مكان في مسافة معينة فتأكد ان علاقة المسافة مع الزمن تكون علاقة طردية يعني بمعنى صح ان طبعا انا مثلا مكان من النقطة الاولى عن النقطة الثانية اسلك تقريبا الحين مثل ما قلنا 30 متر اسلكها بكم؟ لاحظ معي 30 متر تكون يلزمني تقريبا 60 ثانية علشان أوصل إذا لو قلنا مثلا 40 متر كم يلزمني من الثواني عشان أوصلها باستخدام العلاقة الطردية اللي موجودة أمامك ها اسمع الإجابات، أحسنتم على التفاعل نعم يعني أستاذ هنا 35 متر وبعد ذلك يجي ايش؟ 40 متر. اذا 35 هي عند السبعه. اذا 40 راح تكون عند من؟ نعم عند ثمانيه. اذا طبعا يلزمني الوقت طبعا اللي قطع 40 متر هو كم؟ ثمان ثواني. اذا بشكل بسيط طبعا وشكل مختصر التغير المباشر مثل ما واضح معانا كل ما زاد طبعا المتغير الاول يزيد المتغير الثاني والعكس صحيح كل ما قل طبعا المتغير الاول يقل المتغير الثاني شباب طبعا بشكل مختصر القوانين اللي موجوده معاك تعتمد على من؟ على المعادله الاولى اللي هي عباره عن صاد تساوي م س انا اريد طبعا الثابت هذا الثابت محتاج لنا هذا الثابت طبعا هو اللي يحل طبعا اي مساله في التغير المباشر كيف اقول الثابت اقسم على طرفين على س فبيكون معي ميم يساوي س على ص هذا. هذا يسمى ثابت المتغير ما معنى ثابت المتغير ثابت المتغير معناه يكون عندك ايش نعم ها نعم حسنتم يكون معنا طبعا اكثر من نسبه ما تكون نسبه واحده سيعة ص لا تكون اكثر من نسبه يمكن تكون نسبتين ثلاث اربع خمس يعتمد على حسب من السؤال اللي موجود معنا فهذا الثابت ما يتغير اذا قال التناسب على طول شوف كلمه تناسب بعد ذلك طردي كلمه تناسب معناته ان النسب متساويه خلاص هذا الشيء طبعا نحن مخلصين منه كلمه تناسب معناته النسب متساويه جميل اذا هذه النسب اللي موجوده معنا مثلا سي واحد على صاد واحد هي نفسها سين اثنين على ص اثنين هي نفسها س ثلاثة على ص ثلاثة ثلاث نسب متساوية إذا ثابت المتغير هذا تعريفه أن هذا طبعا راح يكون متساوي في جميع النسب مثل ما تكلمنا يمكن تكون النسبة الأولى تختلف عن النسبة الثانية في المظهر فقط ولكن عند تبسيط هذه النسبة راح تلاحظ أن نفس النسبة موجودة هنا هي نفسها في هذه في هذا المكان واضح معي؟ إيش نسبة من أستاذ؟ لاحظ معي لما يعطيك بعد ذلك راح يكون قانون الاساسي بهذه الصوره او بهذه الصوره يعني يمكن للطالب لما يسمع في السؤال تناسب طردي او البعض يسميه مباشر مباشره يعرف ان العلاقه بين السين وصاد علاقه قسمه بينهم نقسم السين على صاد أو العكس الصاد على سين بس الطالب أهم حاجة طبعا يركز أن لما تقسم مثلا هنا سين على صاد لابد أن تكون في النسبة الثانية نفس الحركة سين على صاد شوف معي في هذا القانون يعطيك نفس الناتج قسم هنا بالعكس صاد على سين صاد على سين إذن دائما لما تنظر في السؤال على طول مباشرة يوضع معك كلمة طردي فمباشرة تنظر لمن؟ أنا العلاقة بين السين والصاد العلاقة بين عين وميم العلاقة بين المسافة والزمن العلاقة بين أي رمز موجود في السؤال هي علاقة بسط على مقام لأن بعد ذلك التغير العكسي راح يكون لعملية ثانية خاصة إذا العلاقة بين السين والصاد ايش تقسيم إذا بسط على مقام مثل ما تكلمنا يعني نستخدم طبعا القانون الأول او القانون الثاني راح يعطيك نفس الناتج وراح الحين نتاكد من هذا السؤال اذا كان س تتناسب طرديا مع من مع ص ايوه لاحظ معي تناسب طردي اذا مباشره لما اسمع في السؤال تناسب طردي ايش العمية تجي معنا في بالنا ممتاز قسمه اذا راح تكون علاقه بين س وصاد قسمه جميل راح نحدد إذا س واحد ص واحد أوجد قيمة س إذا س اثنين ص اثنين, اثنين, اثنين. اثنين إذا كل من يعطينا رموز يعطينا طبعا أرقام الآن معنا طبعا فقط س واحد اثنين, اثنين رمزين للسين ورمزين للصاد أعطينا الأول صاد واحد وس اثنين, اثنين. هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية عرفنا العلاقة بينهم طردية إذن علاقة قسمة نقسم السين على صاد او الصاد على سين على حسب طبعا ما تريد انا راح اقسم هنا راح تكون معي عمليتين عملية الاولى و عمليه الثانيه عشان نتاكد اذا كان الحل صح ام خطا نقسم مثلا سي واحد على صاد واحد سين اثنين صاد اثنين بعدك طبعا نعوض تعويض مباشر بدل السين واحد موجوده معنا هي ثلاثه ممتاز أنا صاد واحد اللي هي الخمسه يساوي سي 2 غير موجوده هي المجهوله وص 2 اللي هي 10 اذا لو تلاحظ معي في جميع مسائل التناسب طبعا الطردي او التناسب العكسي ان شاء الله راح ناخذه بعدين لاحظ ان جميع العناصر او جميع المتغيرات تكون موجوده مع عدا متغير دائما من متغير واحد دائما في جميع المسائل الحين نتابع لما وصلنا عند هذه المرحله في طريقه راح اعطيكم عليها شباب تساعدكم في الاسئله الموضوعيه يعني على طول الاجابات اختار اجابه صحيحه بيقول لك كم قيمه س فعلى طول انت تنظر طبعا تقارن بين النسبه الاولى والنسبه الثانيه بما ان متساويات فمعناتها البسط يساوي البسط والمقام يساوي المقام لاحظ معي المقام مع المقام هنا خمسة هنا عشرة إذن كيف ممكن هذا تساوي اخلي الخمسة تساوي العشرة ها شباب ممتاز اضرب الخمسة في كم في اثنين اذا ضربت هنا في المقام في 2 لابد ان في البسط كم؟ في 2 هذه قاعده معنا اذا لو تلاحظ معك بعد ذلك ايش راح يصير معك ها ممتاز 5 في 2 يعطيك 10 اذا المقامين متساويين و3 في 2 كم يعطيك 6 اذا س مباشره س 2 تساوي كم 6 اروح عند اختار الاجابه صحيح اللي فيها سته واعلم اني صح ولكن في الاسئله طبعا المقاليه لابد انك تتابع كيف اتابع معي طريقه تتابع نضرب ضرب تبادلي خمسه ضرب سين اثنين يساوي ضربت اول شيء طبعا الطرف الاول بعد ذلك ثلاثه ب 10 عملية طبعا واضحة معانا بسيطة جدا ضرب طبعا تبادلي بعد ذلك طبعا 5 في سين 2 يعطينا 5 في سين 2 بعد ذلك 3 في 10 30 الخطوة اللي بعدها عشان نوجد قيمة المجهول سين 2 أحسنتم نقسم على معامل السين في الطرفين فالخمسة مع الخمسة راحت والثلاثين تقسيم خمسة بالآلة الحاسبة ستة ممتاز إذا هذا نهاية الحل لاحظ معي هذا الخطوة اللي عملناها في البداية فقط تساعدك عشان تتأكد أن حلك في النهاية كم يكون؟ ستة بعد ذلك تتابع الخطوات الأساسية طبعا ليه ما توصل عند الحل إذا الحل مختلف فتأكد أن عندك خطوة غلط فيها ننتقل إلى الخطوة اللي بعدها أستاذ لو مثلا أنا في الامتحان عكست الرموز هل راح يطلع الناتج صحيح ام خاطئ؟ نتاكد هنا الطالب الاول عملنا السين على صاد الطالب الثاني يعكس يخلي صاد على سين صاد على سين عندي نسبتين هذه هذه النسبه الاولى وهذه النسبه الثانيه نبدا نعوض صاد واحد معي في السؤال واضحه معاكم هي الخمسه ممتاز هلا س واحد ثلاثة صاد اثنين واضح معنا عشرة على س اثنين نفس الخطوات إذا حبيت طبعا تتأكد بشكل سريع طبعا قارن بين الآن المقام المقام لا لأن المقام معي واحد موجود هو ثلاثة ولكن المقام الثاني مجهول إذا ما ينفع راح أقارن من البص لأن رقمين موجودات أقدر أساويهم مع بعض فالخمسة أقدر أساوي في العشرة أضرب في كم؟ في اثنين وضرب نفس الشيء تحت فين؟ 2 إذا 5 2 10 إذا تساوي المقامات يبقى معي عفوا البسط يبقى معي المقام 3 2 كم يعطيك؟ 6 إذا نفس الطريقة بالضبط س 2 يساوي كم؟ 6 هذا للتأكد بس أخلي هذه جاهزة معي. بعد ذلك طبعا أتابع نفس الخطوات ضرب تبادلي 5 ضرب س 2 يساوي ثلاثة في بس بيسألني طبعا طالب أستاذ ليش ما ضربت أول شيء في البداية ثلاثة في عشرة فقط لعملية تنظيم نحن دائما تعلم في المعادلات يكون المتغيرات في اليمين والأعداد وين في اليسار فقط فلهذا دائما لما أضرب أضرب في البداية جهة اليمين من المتغير مع سين 2 يساوي ثلاثين خمسة نعم ستة اذا الناتج النهائي كم يساوي 6 اذا الطالب الاول اجابته صحيحه والطالب الثاني اجابته صحيحه الاساس دائما انك تنظر الى السؤال اذا تناسب طردي اذا علاقه بين السين والصاد ايش بس على مقام هي قسمه اذا تناسب عكسي راح تكون في عمليه نعم العمليه طبعا قسمه العكس لها هي طبعا او نحن نسميها طبعا الاخت لها هي الضرب ممتاز انت استاذ ايش الخطا اللي يقع فيه الطالب في هذا القانون القانون الاول القانون الثاني الخطا الشائع اللي يقع في الطلاب ان يعرف التناسب الطردي تقسيم ممتاز يعني وصل الى نص الحل لما يجي يطبق يطبق خطا يسوي س واحد على صاد واحد هنا يغير ما يخلي س لا يخلي صاد اذا هنا لا خطا لانك النسبه الاولى غير عن النسبه الثانيه النسبة الأولى كانت سين على صاد، النسبة الثانية اختلفت صاد على سين، إذا جميع الحين الحل لخطواتك راح تكون خاطئة. فركز دائما. الترتيب مهم. إذا كانت سين في المقام في النسبة الأولى، النسبة الثانية تكون سين وين؟ في المقام عفوا. إذا كان طبعا صاد في المقام تحت تكون صاد في المقام. إذا هذا الترتيب مهم جدا يا شباب. لاحظ معي في التدريب هنا تدريب بس فقط مساعد لنا يلا راح اعطيكم دقيقه واحده حاولوا تحلوا الحين خلف الشاشه بعد ذلك كل طالب وطالبه يقارن الحل ماله او يقارن خطواته هل خطواته صحيحه ام خاطئه خلال هذه الدقيقه راح اعطيكم توضيح للحل اذا كانت صاد تناسب طردي تناسب طردي إذا مباشرة اسمع الإجابات ممتاز مباشرة أعرف العلاقة بين المتغيرين تقسيم بس على مقام الخطوة اللي بعدها أنا أعطيكم الحين وقت تحلو ممتاز ما شاء الله بعض الطلاب بدأ يحلو خلاص أعطى طبعا الحين أرقام عشان نوضح وين س واحد س اثنين ممتاز بعد ذلك أحسنتم نعم نطبق قانون ص واحد س واحد نفس الحركة هنا ص اثنين على س اثنين أو يكافئ الطالب الثاني يقول له استاذ انا ببدا بالسين اذا سين واحد على واحد سين اثنين صاد اثنين وكل واحد يحل طبعا على الطريقه اللي تشوفها مناسبه له في النهايه طبعا راح نوصل لنفس الناتج ايوه الحين راح نبدا الحل وكل كل طالب وكل طالبه يشوف الحل ماله إذا صاد واحد معانا في السؤال هي ثمانية على سين واحد ممتاز خمسة يساوي صاد اثنين مجهول على سين اثنين عشرة نفس الحركة الذكية اللي نعملها عشان نعرف بس حنا صح ولا خطأ نقارن نعم خمسة كيف إلى أحسنت نضرب في 2 فوق لازم نضرب في كم في 2 اذا صاد 2 هنا تاكدنا راح تساوي كم كنت تساوي نعم 8 في 2 16 هذه خليها معي خلاص خليها جاهزه وابدا حل الحل عادي هذه فقط للتاكد ان حلها حيكون 16 نضرب طبعا طرفين في وسطين عفوا تبادلي 5 في صاد 2 يساوي 8 10 بعد ذلك طبعا 5 في ص 2 يعطينا 5 ص 2 يساوي 8 في 10 يعطينا 80 نقسم طبعا على 5 نقسم على 5 اذا 5 مع 5 استخدم الاله الحاسبه يعطيك واحد اذا ص 2 و80 تقسيم 5 يعطيك كم 16 ممتاز. العملية بسيطة جدا يا شباب. والدرس يعني ما شاء الله جدا سهل وطبعا في الاختبارات النهائية دائما هذا طبعا الدرس يكون بشبه طبعا نسبة 80% دائما حاضر معانا في الاختبارات النهائية. فممتاز ان الطالب طبعا يركز فيه. لاحظ معي خطوة واحدة بس فقط ملاحظة بسيطة طردي معناته ايش قلنا الطردي؟ أن كل ما زادت السين تزيد من الصاد. لاحظ معي السين كانت كم هنا؟ خمسة. بعدين صارت كم؟ عشرة. هل زادت ولا قلت؟ نعم زادت، إذا السين له المختلف. إذا في هذا السؤال السين زادت. إذا لابد أن الصاد وش صار فيها؟ لازم تزيد معها. لاحظ معي. الصاد كم هنا؟ ثمانية. كم صارت بعدين؟ 16، إذا زادت. إذا العلاقة صحيحة 100% علاقتنا صحيحة هذه علاقة طردية زادت السين كانت خمسة صارت عشرة نفس الشيء طبعا الصاد زادت من ثمانية صارت كم؟ 16 إذا هذا من ضمن نفس ايش؟ آه طبعا الشفرات اللي تساعدنا أن يكون حنا صح أم خاطئ في بعض النوعين المسائل للتغير العكسي بعد ذلك طبعا حندمج التغير الطردي أو المباشر مع التغير العكسي راح نلاحظ الطالب هل يميز عن طريق طبعا الرسوم او البيان الدال او لا؟ لاحظ معي مثل ما تكلمنا في البدايه التغير الطردي افضل علاقه لهم هم من مسافه مع زمن. كلما قطعت مسافه ابعد زاد الزمن. زادت المسافه يزيد الزمن. هنا العلاقه العكسيه افضل علاقه هي من؟ بين السرعه اللي هي س والزمن ص. اذا نسير أنا ص كيف هذه علاقه يعني عكسيه بين السرعه والزمن؟ لاحظ معي في معنا مثلا موظف يداوم ويطلع من بيته في اليوم الاول واليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع. لاحظ معي هذا الموظف طبعا لما طلع في اليوم الاول يسوق السياره بسرعه 50 فتاخر على العمل ست دقائق. نازع الولي قرر في اليوم الثاني انه يزيد السرعه. فسرع في اليوم الثاني ستين، الحمد لله وصل الدوام متأخر خمس دقائق، فاليوم الثالث واليوم الرابع في النهاية لما سرع في السرعة مئة زاد سرعته من خمسين إلى مئة، لاحظ معي وصل فقط نعم تأخر فقط ثلاث دقائق، إذا كل ما زدنا السرعة إيش صرف الزمن يزيد أكيد يقل يعني لو في شخصين تسابقوا مثلا لمكان معين وطبعا السرعه في البدايه السرعه طبعا غير محبه آه الله يحفظ الجميع فمثلا لو حد سرع مثلا شخصين آه فكانت السرعه القانونيه 120 فحب الواحد طبعا الاول يسرع 100 والثاني يوصل آه يسرع 120 فتتوقع مين راح يستهلك وقت اكثر او وقت اقل؟ نعم اللي سرع 120 هو يكون الوقت اقل ولا سرعه 100 يكون وقت من اكثر اذا هلا علاقه عكسيه بين السرعه والزمن كلمة طبعا يعني زدت سرعتك يقل زمن وصولك ما يزيد اذا هذا علاقه عكسيه بينهم كل طبعا يزيد الاول يقل الثاني لاحظ معي كيف رسمته الاولى نفترض طبعا هذا السين اذا عباره عن السرعه فمع هنا 50 مثلا السرعه 60 السرعه 75 السرعه 100 صاد عباره عن الزمن فمعك 6 خمسة أربعة ثلاثة شو معي الخطأ اللي ظهر مع الطالب؟ كيف تعمل ستة خمسة أربعة ثلاثة؟ أنت ما تنظر على الأرقام الجدول وتكتبها في البداية لا دائما في المستوى الإحداثي أو مستوى الديكارت طبعا اللي تعلمناه دائما نبدأ من أقل قيمة إلى أعلى قيمة، لأن هذا السين موجب والصاد موجب من إيش؟ أقل قيمة إلى أعلى قيمة، إذا هذه الترقيم اللي عملته أنا كطالب خطأ الترقيم الصحيح عبارة عن ثلاثة تزيد أربعة خمسة ستة هذا طبعا الترقيم الصحيح في المستوى الأحداثي الحين نبدأ نعوض لما كانت سرعة خمسين وصل ست دقائق متأخر بعد لما كانت سرعة ستين خمسة نحن رايحين أربع دقائق ثلاث دقائق لاحظ معي هذه الرسم اللي موجوده معك هي رسمة من؟ التغير العكسي اذا في بعض المسائل او في بعض طبعا الاسئله اختار الاجابه الصحيحه يعطيك عباره عن ايش؟ بيان داله ويقول لك اي من البيانات الداله التاليه تمثل التغير العكسي، اذا انت كطالب عندك طرق كثيره الطرق الأولى انك مباشره عن طريق اعرف اني ما دام بهذا الشكل الخط اذا هذا تغير عكسي، لاحظ معي التغير المباشر كيف الخط له؟ لاحظ معي؟ هذا التغير المباشر اذا هذا الفرق، التغير المباشر يكون البيان بهذه الصورة، اما التغير العكسي ياتي بهذه الصورة عشان تكون واضحة معك الصورة يعني بعض الحين ما دائما يعطينا مسائل قبرية بحيث يكون مسألة ايش؟ بيانية، فيكون الطالب عارف ان هذه رسمة او هذا بيان الدالة للتغير من؟ التغير المباشر او نحن نسميه تغير طردي. جميل، يعني نرجع لموضوعنا التغير العكسي، إذا هذا طبعا ما حبينا نوضح له في التغير العكسي، لاحظ معي ان التغير العكسي دائما تكون هذه رسمته كل ما زادت السين من 50 60 شوف تقل ها تقل قيمة من؟ الصاد خمسين كانت الصاد ستة لما زاد السين, ستين قلت الصاد إلى خمسة زادت السين خمسة قلت الصاد إلى أربعة زادت طبعا السين مئة قلت السين إلى كم الصاد إلى ثلاثة إذن هذا التغيير العكسي يزيد الأول يقل الثاني والعكس صحيح هذا طبعا التعريف اللي موجود معنا في الكتاب طبعا راح ناخذ مثل ما تعودنا طبعا كاف كان معنا في التغير المباشر رمز ميم اللي هو عباره عن سين على صاد. هذا تغير مباشر. الميم هو ثابت التغير، يعني نفس النسبه نفس الناتج. الكاف للتغير العكسي، ثابت نفس الشيء، بس عشان الشي نميز بين التغير المباشر والتغير العكسي اعطينا رمز كاف. شو معنى العلاقه بينها؟ عملت ايش؟ ضرب. اذا اي كلمه في الامتحان يطلق عليها تغير عكسي مباشر الطالب يعرف ان عمليته ايش؟ ضرب بين متغيرين. لما يقول التغير طردي اذا عمليته ايش؟ قسمه. خلاص عارفين الموضوع. اذا راح تكون ايش؟ هاي طبعا راح نمسحها عشان ما نخلط بينها. ونخليها واضحه معنا عشان نفرق الطالب. هذه ميم تغير الطردي صاد بس نوضح له هذا تغير طادي هذا تغير عكسي هذه دقيقة معاكم أقل من دقيقة كل طالب ينظر على التغيرين وعلى القانون مالهم وكيفية طريقة الحل طردي بس على مقام العكسي نضرب المتغير الأول في المتغير الثاني إذا حفظت هذه القاعدتين مباشره راح تحل اي مساله معك. اذا كانت س تغيرا ويش عكسيا، اذا مباشره الطالب ويش ها؟ ماذا ينظر؟ احسنتم. اذا الساد ما دام قالنا عكسي اذا عمليه من؟ ضرب بين المتغيرين. اذا راح تكون العلاقه معانا س واحد ضرب صاد واحد تساوي س 2 ضرب ص 2 نفس يعني الطريقه استاذنا الحين هذا القانون طبقته زين يعني لو طبقت قانون ثاني عكسته ص 2 عفوا ص 1 في س 2 س 1 عفوا يساوي ص 2 ضرب س 2 هل يعطي نفس الناتج؟ نعم يعطيك نفس الناتج بالضبط طب القانون الاول القانون الثاني لان بالاساس عمليه الضرب هي عمليه ايش؟ ابداليه. لما تقول 2 ضرب 3 هي نفسها 3 ضرب 2 يعطيك نفس الناتج. نتابع اذا الحين نعطي الرموز س واحد صاد واحد هذا الرمز الاول الرمز الثاني صاد اثنين سين اثنين. لاحظ معي ما ايش يحدث مع السين هنا في السؤال؟ كانت سته صارت كم؟ ثمانيه شوف السين سين واحد. كانت ستة بعدين صارت ايش؟ ثمانية، إذا في هذا السؤال السيم ايش فيها؟ تزيد، إذا تأكد بما أن التغير عكسي إذا ايش يصير في الصاد؟ تزيد أحسنتم تقل عكسها عكسي إذا الصاد اللي موجود هنا معنا ثمانية، إذا تأكد أن تكون طبعاً عفواً الصاد هنا أربعة، إذا تأكد أن الصاد اثنين تكون الناتج ايش منها أقل عن أربعة، نعم، يمكن يكون ثلاثة، اثنين، ما نعرف. أهم حاجة يكون أقل عن أربعة. إذا زادت عن أربعة فمعي خطأ في الحل. إذا هذا طبعاً فائدة التغير العكسي ما فائدة أو التغير الطردي. نتابع في الحل. نعوض س واحد، بلون مختلف. س واحد كان معنا في السوال؟ ستة، ممتاز. ضرب صاد واحد. أحسنتم أربعة يساوي سي اثنين واضح معي في السؤال ثمانية ممتاز ضرب ص طبعا اثنين هي المجهول اللي موجودة معنا هذه ص اثنين نفس الفكرة إذا حبيت طبعا تختصر موضوع في اختيار الإجابة الصحيحة بس تقارن بين الحين ماشي بسط مقام الحين عملية الضرب في اليمين وعملية الضرب وين في اليسار وتقارن ستة ضرب كم يعطينا طبعا ستة في أربعة ممتاز أربعة وعشرين انا إذا لازم هذا الناتج يكون 24. 8 في كم يعطينا 24؟ ها؟ 8 في كم؟ ممتاز. 8 في 3 يعطيك الناتج 24. إذا هنا راح تكون ص 2 كم يساوي؟ 3. وخليها على جنب عشان بس فقط لما اكمل الحل اتأكد ان الحل النهائي 3. هذه خليها على قم خلاص. ابدا الحين احل. 6 في 4 24 الحل العادي. 8 في ص 2 ثمانية صاد اثنين معادلة كيف أجيب قيمة صاد؟ أقسم على ثمانية في الطرفين إذا ثمانية مع ثمانية راحت تبقى معي صاد يساوي أربعة تقسية ثمانية بالآلة الحاسبة يعطيني كم؟ ثلاثة إذا شوف ما نفس الناتج؟ نفس الناتج بالضبط اذا دائما هذه الخطوه خليها معكم يا شباب تساعدكم في حل التغيرات طبعا العكسيه والتغيرات المباشره او التغير الطردي نرجع لسؤالنا لاحظ معي قلنا السين طبعا تزيد فاكيد ان الصاد وش فيها تقل كم كانت صاد واحد اربعه كم الحين صاد اثنين ثلاثه قلت ولا ما قلت نعم لابد ان تقل لو يعني لو فقط قالت زياده فاعرف اني عندي خطوه هنا غلط فيها اذا هذا من ضمن طبعا الخطوات او من ضمن طبعا الاشياء اللي تفيد الطالب انه يعرف ان خطواته صحيحه او عنده طبعا ايش خطوه خاطئه ايضا هذا من ضمن طبعا الامثله يعني للتناسب طبعا العكسي اللي موجود معانا ويعوض الطالب طبعا تعويض مباشر عكسي راح اساعدك فيها اذا عميل الضرب إذا نضرب ميم ضرب نون هي يعني رمزية مختلفات ماسين صاد وميم اثنين ضرب نون اثنين نعطي رموز اثنين وتابع نفس الخطوات طبعا الماضية نصل للحل إذا في وقت طبعا راح نلقاها معاكم إن شاء الله وراح نحل هذه المسألة، طبعا هي مسألة مكررة. لأن في بعض المسائل معنا مسألة فيها أفكار، في هذه مثل هذه المسألة. شو معكم؟ الآن لا يوجد أبدا يعني مسألة جبرية معاك عشان توضح لك أن قيمة س تساوي نقط وقيمة ص تساوي نقط. لا، الآن عن طريق فقط بيان الدالة لابد أنك كطالب تحدد أن هذه طبعا الرسمة هي طبعا رسم التغير العكسي او التغير الطردي او التغير المباشر نحن نسميه. فالاولى هذا الشكل احسنتم مباشر والبعض الصميط ايش؟ طردي السبب كل ما زادت سين تزيد الصاد كل ما زادت سين تزيد الصاد او مثل ما واضح معنا كل ما زادت عدد الايام عايش زاد انتاج البراميل اللي موجوده معنا باء أه باء بأ لاحظ معي ممتاز نفس رسمته اللي فوق معنا بالضبط نفس الحركه تزيد حبينا نتاكد لما كانت سين اثنين كم صاد؟ سالب اثنين زادت الحين لما كانت سين ثلاثة مثلا كم صاد؟ صفر، إذا عملية ايش؟ زيادة زادت سين من واحد لين ثلاثة زادت صاد من سالب اثنين إلى صفر، إذا العلاقة إيش؟ طردية قيم سبحان الله استاذ انا نسيت نسيت الرسم اللي طبعا تمثل التغير العكسي او التغير المباشر، ما عندك مشكله، عوض هذه واحد اللي كان في السين. لما سين واحد سين. اه كم صار؟ اثنين، زين ناخذ نقطه غيرها، ثلاث نقاط تكفينا، زادت سين اثنين صار واحد ونص. زادت سين ثلاثة خذ ثلاث نقاط اذا لو تلاحظ ان السين زادت واحد واثنين وثلاثه الصاد ايش صار فيها؟ قلت كانت اثنين صار واحد ونص صار واحد اذا علاقه ويش؟ عكسيه من خلال الارقام بس من خلال الازواج المرتبه اللي موجوده معنا عرفت ان هذه طبعا علاقه عكسيه وهذه علاقه طرديه العلاقه اللي موجوده معنا هنا ها نعم نفس الاشكال اللي موجوده معنا الاول مع الالف ومع باء اذا هذه علاقه وإيش طرديه نفس الخط بهذه الصوره إذا علاقة طردية. أيضا ننتقل طبعا اختصار الوقت لبعض المسائل هذه التدريبات طبعا موجودة معنا في الامتحانات. راح ناخذ منها تدريب رقم واحد. أي من المعادلات الآتية تمثل تمثل تغيرا عكسيا. عكسيا مباشرة ايش قلنا الطلب؟ ها يا شباب ممتاز. تقسيم بسط على مقام. إذا موجود معي نسبة بصت على مقام اللي هي عبارة عن سين على صاد أو صاد على سين كل إجابة صحيح إذا معي هنا طبعا عكسي معناتها إيش كاف ممتاز أحسنت ما شاء الله عليكم مركزين نعم علاقة عكسية هل قسمة نعم عبارة عن إيش ضرب أحسنت إذا هي علاقته ايش؟ ضرب، إذا معنا طبعا س في ص تساوي من؟ الكاف. الآن لو تلاحظ معي جميع أخت الإجابة صحيح هل يوجد في س ص؟ لا، جميعا عبارة عن صاد 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 صاد. صاد. إذا معناته أنا محتاج الصاد فقط اللي هنا. فكيف طبعا أخلي الصاد هنا؟ هذا القانون طبعا الأساسي للتغير العكسي هذا قانون كاف يساوي سين صاد أو سين ضرب صاد يساوي كاف. بعد ذلك انا محتاج الصاد لان هنا جميع الاسئله الاجابات عباره عن صاد تساوي وليس سين صاد اذا كيف انا اوجد الصاد ممتاز اقسم على كم طرفين على سين راحت السين مع السين بقى معي صاد يساوي كاف على السين هذه المعادله اذا راح ابحث عن السين اللي موجوده تحت من هذه السين اللي موجوده تحت معي اذا لو تلاحظ معي هنا السين طبعا موجوده في المقام وهذا خطا السين موجود في عفوا في, في المقام هذا في البسط هذه موجودة وحيده في المقام هنا لا تلاحظ ان الثلاثه موجود من في المقام والسين وين موجوده في البسط اذا الاجابه صحيحه وين راح تكون من هذه هل باء او دال نعم هي عباره عن اجابه باء لان طبعا الكاف هو عباره عن حد او طبعا متغير ثابت اللي هو عباره عن كم عن الثلاثه كان ثلاثه على السين رقم 2 طبعا تكرر التناسب الطردي اذا راح يكون بص على مقام تقسيم ايضا هنا معنا تناسب عكسي بين س و اذا راح تكون عمليه ضرب ايضا معنا هنا تدريب عين تتناسب طرديا مع لام اذا راح تكون ايش؟ ممتاز طردي قسمه بين المتغيرين هذا طبعا احد الامثله اللي موجوده معنا امثله طبعا لدرس العلوم دمجناها معنا في الرياضيات اذا كان وحده المقاومه الكهربائيه اوم للسلك معدني تتناسب طرديا انا اهم حاجه في المساله هذه ما العلوم ما مهتم بها اهتم فقط التناسب وايش طادي خليني أعطيك لون توضيح طردي جميل إذا مباشرة طردي إيش معناتها؟ أسمع الإجابات قسموا ولا أحسنت أحسنتم قسمه إذا الحين معي مقاومة مع طول إذا كانت وحدة المقاومة الكهربائية سلك معدنية تتناسب طردية مع طولة، إذا ما هي علاقات. بس الحين ما موجود معي سين صاد عين لام ميم نون، لا، عبارة عن طبعا مفهوم في العلوم اسمه المقاومة، ومفهوم معنا في العلوم والرياضيات اسمه طول. إذا كانت مقاومة السلك 120 تساوي كم؟ مقاومته؟ أحسنت. إذا لاحظ معي شوف السؤال كيف؟ هذه المقاومة. ما هذه؟ هذا ايش؟ طول 120 اذا لما يكون عندك سلك طوله 120 تكون مقاومته كم 8 الحين يسال كم طول السلك اللي اريد ابحث عنه بحيث انه يقاوم يكون مقاومته 12 اوم اذا بشكل بسيط راح اعطيك رموز س مثل رمز للمقاومه عشان طبعا تكون معي المساله بسيطه وصاد تكون من ليل طول السلك الصورة. اذا ها طبعا علاقه عكسيه بينهم اذا علاقه عفوا طرديه اذا بص على مقام اذا راح يكون س واحد على ص واحد يساوي س س اثنين على ص اثنين طبعا س واحد موجوده معك اللي هي عباره عن مقاومه كم مقاومه الاولى هذه هذا رقم واحد ثمانيه اذا راح عوض ثمانيه على صاد واحد اللي هو الطول الطولة طبعا 120 السلك اللي طوله كان 120 مقاومته ثمانية يساوي ايضا السين الثانيه هي عباره عن مقاومه كم مقاومه معنا 12 وهنا طبعا الصاد اثنين مجهوله بعد ذلك طبعا الضرب التبادلي نوصل للحل النهائي ها طبعا شباب من ضمن الاسئله المهمه سؤالين مهمات ونختم في الحصه ان شاء الله. لاحظ معي. شوف فكره السؤال. اذا كانت ميم تتناسب طرديا مع راء تربيع. راء تربيع وليس راء. اذا كانت ميم الاولى وراء الاولى. فأوجد قيمه ميم الثانيه عندما راء الثانيه تساوي 10، لاحظ معي هنا راء ولا راء تربيع؟ راء. ولكن في التناسب الطردي هو طالب من؟ التناسب طردي بين ميم وراء، لا ميم وراء تربيع. اذا راح نغير تغيير مباشر بس فقط تغيير بسيط هنا تقسيم طردي اول شيء اذا راح يكون ميم على راء تربيع يساوي ميم اثنين راء اثنين تربيع. اذا هذا فرق لان هذا العلاقه بينهم. اذا كيف نحلل الساد بشكل بسيط ميم واحد ستة وثلاثين على را واحد ثلاثة ولكنها معنا راء تربيع إذا ثلاثة تربيع يساوي ميم اثنين مقولة راء اثنين تربيع طبعا عشرة الكل تربيع يكون الحل طبعا بسيط ستة وثلاثين على تسعة يساوي ميم اثنين على مئة ونضرب طبعا الضرب التبادلي الفكرة الثانية أي من الأزواج التالية لا تمثل ركزوا شباب لا تمثل أن تقرأها بشكل سريع أي الزواج التالي تمثل تغير مباشر لا تمثل تغير مباشر يعني معناه صح التغير مباشر إيش قانونه الطردي قسمه إذا لما جينا نقسم السين مع السين والصاد مع الصاد لازم يعطينا نسبة متساوية لاحظ معي هنا سين واحد صاد واحد سين اثنين صاد اثنين نقسم من. سين واحد على صاد واحد لازم تساوي من س اثنين على ص لا هذه الالف نقرب س واحد اثنين على أربعة يساوي ستة على عشر هل متساويتين نعم نختصر ستة تقسيم طبعا ثلاثة يعطينا كم اثنين وثلاثة تقسيم ثلاثة أربعة إذا نسبتين متساويتين إذا هذا إيش طردي هو الحين يريد لا وطبعا طبعا نكمل مثلا هنا خمسة تقسم السين مع السين والصاد مع الصاد خمسة تقسيم واحد خمسة يساوي خمسة وعشرين تقسيم خمسة خمسة إذا متساويتين نبص على المقام إذا طردي هنا طبعا السين مع السين يعني خمسة وعشرين تقسيم نص الحاسب يعطي كم؟ ثمانية. وثنائي التقسيم طبعاً ها؟ معاك كم؟ أيوه. طيب هذه الصورة نقسم الصاد مع الصاد والسين مع السين لو تلاحظ أن طبعاً الإجابة راح تكون من هي دال تأكدوا هنا بعد ذلك إن شاء الله لأن طبعاً راح يكون هنا معي الناتج ألف وباء وجيم إجابة صحيحة. كذا نطردي طردي معنا طبعا هذا الناتج الوحيد اللي لما نقسمها مع بعض نقسم السين مع السين والصاد مع الصاد تكون الناتجين مختلفات اذا راح تكون الاجابه هذه طبعا النقطه التي لا تمثل تغير عكسي. هنا طبعا وصلنا لختام حصتنا اليوم ان شاء الله راقينا المولى عز وجل التوفيق والنجاح لكم ابناء الطلبه والسلام عليكم ورحمه من الله وبركاته.